يا جماعة زيكم، يا رب تكونوا كويسين. امبارح عملت بالليل بس كان متأخر فيديو عن أهم نصائح وتحذيرات الأبراج من أول النهاردة لحد يوم 5 فبراير، بس قلت أركز على النهاردة وبكرة لأن النهاردة وبكرة يعتبر نفس الحالة الفلكية. يعني خلونا نتكلم النهاردة عن الطاقة بتاعة كل برج من الأبراج والحالة الفلكية لكل برج من الأبراج بتاريخ النهاردة يوم 30/31/2023. اول حاجه خلونا قولوا لي بتفرجوا عليا من فين وانتم من برج ايه، وقولوا لي بتفرجوا عليا مدينه ايه. وتاني حاجه خلونا نقول الحاله الفلكيه جنرالي. اول حاجه الشمس موجوده في برج الدلو، القمر موجود النهارده في برج الجوزاء وبكره الهوائي، المشتري موجود في برج الحمل، زحل في برج الدلو وهيتنقل لبرج الحوت يوم 7/3، فينوس موجود في برج الحوت، المريخ موجود في برج الجوزاء. ايه تاني؟ أورينوس موجود في برج الثور. طيب دلوقتي يبقى احنا عندنا في كده ايه توافق قوي جدا ما بين القمر وما بين المشتري وما بين الشمس. ممكن حضرتك تمسك اليمين بس عشان تلاقي في عربيات في وشك. طيب فده بيدعم الابراج الهوائيه، يعني النهارده الابراج الاكثر حظا والاكثر طاقه والاكثر دعما والنهارده وبكره يعني 30/31 اكثر ابراج محظوظه واكثر ابراج عندهم اوبورتيونيتيز فرص حلوه جدا هم الابراج الهوائيه اللي هم طبعا بالترتيب كده الدلو والميزان والجوزاء، بعد كده برج الحمل وبرج الاسد. برج القوس هو من الابراج التي يجب ان تحضر. ليه؟ لان الشمس القمر في واجهه برج القوس، وكمان زحل في مواجهه برج القمر والمريخ الاثنين في مواجهه برج القوس. فبرج القوس اول حاجه عايز احذركم منها هو العصبيه الشديده، التهور، الاندفاع، ان انت تبقى بتخانق مع دبان وشك مش لاقي ضاعه اي مشكله عشان تعملها. فبرج فبرج مواليد برج القوس يعني عدوا اليومين دولت على خير، انتوا افضل بكتير جدا من يوم يعني 1 و2 احسن بكتير جدا من 30 و31، لان المعاكسه بتاعه القمر وبتاعه المريخ هتتخلصوا منها مواليد برج القوس. يبقى اول برج لازم يحضر هو مولود برج القوس. كمان الابراج الترابيه كلها لازم تخلي بالها النهارده، اولهم برج العذراء، يعني يومين صعبين جدا، يومين ستريسفول جدا، يومين مش سهلين اطلاقا. كمان برج الجدي من الابراج اللي عندهم شغل كتير قوي، حالتك مش احسن حاجه، وراك حاجات كتيره مش بتنجزها، صحتك النفسيه برده محتاجه تظبيط، شغل كتير ما بيخلصش، ضغط، ديبرشن. فبرج الجدي برده خلي بالكوا كويس قوي. تالت برج من الابراج اللي لازم تحضر وتخلي بالها كويس جدا هو برج، يبقى احنا قلنا البرج الجدي، قلنا برج العذراء وبرج الثور كمان، مع ان القمر كان في برجك يا برج الثور بقاله يومين بيدعمك، فانت يعني كويس احسن من الجدي والعذراء شويه، بس انت احضر على حالتك النفسيه، احضر على تاخيرات، تاجيلات، وراك حاجات كتيره، مشغول، متوتر، بتفكر كتير، عندك اوفر ثينكينج يا برج الثور. خلي بالك مع في حاجه قلقاك، عندك طاقه قلق، عندك طاقه خوف من حاجه، عندك طاقه ستريس. يبقى احنا كده يا جماعه تعالوا نلخص تاني، يبقى اكتر 3 ابراج خلي بالهم هم الابراج الترابيين، عذراء رقم 1، 2 جدي، 3 طور. يعني والعذراء بالذات يومين صعبين جدا، يومين ستريسفول جدا، يومين فيهم تحديات كتيره، فيهم شغل كتير، فيهم قلق، فيهم مش احسن، مش مبسوط قوي، مش مستريح كده، في حاجه مش مريحاك، في حاجه قلقاك، في حاجه مخوفاك، في حاجه مخلياك مش عارف انت رايح فين، هتعمل ايه، ايه الحاجات اللي وراك. فانتوا يا برج يعني بجد مواليد برج العذراء، يعني انا هو واحده من الناس اللي جات لي حساسيه وهو صاحي من النوم، عندي حساسيه شديده ان انا عذراء يعني، ووشي ملتهب كله كانه محروق يعني. الحمد لله. طيب اما برج الثور انتوا كلكم هتبقوا افضل واحسن، كل الابراج الترابيه الدنيا هتتظبط عندكم كلكم من يوم 1 فبراير. ليه؟ لان القمر هيتنقل لبرج السرطان، فبيدعم كل الابراج ما عدا بقى برج الجدي هو اللي هيخلي باله يوم 1 و2. يعني برج الجدي انت لو وراك حاجه مهمه وحاجه عايز تنجزها وتخلصها خلصها يوم 30/31، لان 1 و2 انت مش مدعوم فيهم، بالعكس عندك تاجيلات، عندك تاخيرات، عندك طاقه عكسيه كده، فخلي بالك وتذكر يا برج الجد. طيب تعالوا بقى نتنقل لبقيه الابراج، هم الابراج المائيين، برضو المائيين النهارده وبكره يخلي بالهم كلهم يعني، اكترهم كمان على فكره برج العقرب، بس برج العقرب بدا يفوق لانه كان بقاله يومين مضغوطين، لان كان امبارح واول امبارح القمر موجود في برج الثور، فكان ايه ضغط على برج العقرب.
انت يعني النهارده بدات تفوق شويه برج العقرب، يعني انت افضل بس تل وراك حاجات كتيره، تل قلقان، تل مرتبك، تل في حاجه بتفكر فيها كتير، بس انت افضل بكتير جدا جدا من يوم 28 و29 لان قمر الثور كان ضغط عليك. اوكي طيب بعد كده نيجي على برج ايه ده يا رشا، السرطان. السرطان بقى تخلي بالك النهارده، تخلي بالك من نرفزه، عصبيه، حاجات مش ماشيه، طاقتك مش حلوه، بتفكر في حاجات، متعصب، متنرفز، فاي حد مرتبط ببرج السرطان النهارده وبكره خلي باله منه. السرطان والعذراء بالذات والقوس يعني اكتر ثلاث ابراج يحذروا. برج الحوت يعني انت بتحاول تكون كويس، ممكن تكون تعبان صحيا، مرهق، قلقان على حد من العيله، بتفكر في حاجه، في حاجه قلقاك، في حاجه بتخليك تفكر، في حاجه مخوفاك، في حاجه مخليك خايف، فشويه برج الحوت برضو يهاف تو تيك كير. يبقى الابراج المائيه كلها اي حاجه مهمه ناجلها لامتى؟ اليوم 1 و2 فبراير، لان القمر هيتنقل لبرج السرطان فبيدعم كل الابراج المائيه. طيب تعالوا بقى ندخل على الابراج الاكثر حظا النهارده، الابراج الاكثر طاقه، الابراج اللي عايزاكم تستغلوا اليومين دولت اللي هو يوم 30 و31 ان انتوا تخلصوا اي حاجه مهمه بالنسبه لكم. ليه؟ لان انتوا العكس بقى، يوم 1 و2 هتلاقوا عندكم تاخيرات، تاجيلات، عدم استقرار، مشاكل، مش مبسوطين. يعني انا مش عارفه ايه الحبايه اللي ظاهره لي كده يا جماعه. انا لو في اي حد دكتور جلديه بقى، دكتور ليزر بيتابعني، بليز ابعت لي على الانستجرام او ابعت لي ايميل، انا محتاجه بجد ادفايسز كتير قوي في موضوع الامراض الجلديه الغريبه اللي عندي دي. والله انا تعبت من بشرتي يعني، او انا محسوده بقى، ممكن يكون عندي بقى حسد وحياه ربنا، الموضوع مش بيخلص على طول كده، كل شويه انتوا مش حاسين كده ان انا بشرتي خاصه الحته دي بقيت حقل تجارب، انا خدت فيها كميه علاجات وادويه وفي الاخر ام ستيل ذا سيم. طيب الابراج بقى النهارده اللي عايزاكم تستغلوا طاقتكم لان انتوا الافضل على الاطلاق، رقم واحد الدلو. الدلو النهارده بقى تلاقيك مبسوط، فرحان، واثق في نفسك، طاقتك كويسه، بس احذر من عصبيه مفاجئه وخناقات مع الاصدقاء بس يا برج الدلو. بس يو ار جود، مبسوط، بتقضي وقت حلو، بتقضي انرجي لطيفه، فانت يا دلو. الدلو والعذراء، سوري، الدلو والجوزاء والميزان يومين ولا اروع، يومين ولا احلى، حاسين كده في انرجي، في طاقه، في انبساط، اي حاجه بتعملها بتمشي زي ما انت عايزها، عندكم انرجي بتاع انطلاق كده، منطلقين، بتحبوا الحياه، يعني تلاقي كده في دعم كده سبحان الله، اصحابكم عندكم تجمعات، عزومات، انرجي لطيفه، فاستغلوها لان انتوا يوم 1 و2 عندكم تاخيرات. يعني اي شخص من برج هوائي هتلاقي علاقتك بالبارتنر بتاعتك كويس او كويسه، علاقتك كويسه باصحابك، بعيلتك، فالانرجي دي لطيفه وقويه واستخدموها لان هي بتساعدكم في حاجات كتيره جدا. الابراج دول انطلقوا النهارده وبكره، اعملوا اللي انتوا عايزينه، ابتدوا، عندكم بدايات جديده، ابتدوا براحتكم. طيب معاهم كمان برجين، هما برج ايه؟ برج الاسد وبرج الحمل. النهارده افضل بكتير جدا جدا من اليومين اللي فاتوا يعني. وكمان برج الاسد عندكم حاجه ليها علاقه بشراكات، شراكات جديده، صلح مع الشريك بتاعك، اما شراكات جديده يا اما انفصال عن شراكه يا برج الاسد. برج الحمل عندك يعني عندك انت افضل صحيا، كان برج الحمل الفتره اللي فاتت مش كويس صحيا ومش كويس نفسيا، فانت هتبدا تستعيد تدريجيا طاقتك الصحيه. بس انتوا اسد وحمل انتوا ملوك الابراج يوم 1 و2، فانتوا برضو لو عندكم حاجه مهمه جدا، سوري، ملوك الابراج يوم 3 و4 برضو، لان الاسد القمر هيدخل في برج الاسد فهيدعمكم جدا من يوم 3 ويوم 4. طيب فاحنا كده لخصنا كل الحاله بتاعت الابراج النهارده، زي ما قلنا ملوك الطاقه النهارده، ملوك الحظ، وملوك الدعم، وعايزاكم بجد اي حاجه يعني هتلاقوا عندكم طاقه انجاز تستغلوها. برج الدلو، برج الجوزاء، برج الميزان، برج الاسد، وبرج الحمل، كمان برج العقرب بتحسن شويه عن الفتره اللي فاتت. الابراج التي يجب ان تحذر: برج القوس، برج العذراء، برج الجدي، برج الثور، برج السرطان كمان يخلي بالك كويس قوي، برج الحوت. شكرا، بحبكم جدا. قولوا لي يا جماعه فعلا الناس دي اللي انا قلت عليها النهارده طاقتها افضل، انتوا اتحسنتوا كتير عن امبارح واول امبارح ولا لا؟ انا بقى يا جماعه عندي تعب كده صحي، يا ريت تدعوا لي لان انا فعلا مش في افضل احوالي، انا عذراء، فانا النهارده وبكره فعلا من اولهم كده بقول لكم صحيه، زوري بيوجعني من امبارح، عندي دخل على دور برد قوي، عندي حساسيه في وشي، الحساسيه بتاعت وشي اللي ما بتنتهيش من شهر رمضان، اقسم بالله انا من رمضان وانا عماله اتعذب كده. وطبعا مشواري اليومي اللي انا بروحه كل اللي انتوا خلاص تعودتوا عليه، اللايف بتاع احنا نسميه لايف عمر،
راح اجيب ابني من المدرسه، لان ابني عمر كان عنده مشكله مع المدرسه وطلعوه من الباص، يعني طردوه للاسف من الباص، مش لاقي له سواق يعني. لحد ما لاقي له سواق، انا اللي بتشخطط وانا اللي بتبهدل وانا اللي يعني بترمي في الشوارع. طيب في حد، انا ممكن اخد شويه اسئله بس لحد ما اوصل. برج الحمل، هو برج الحمل بصراحه بقاله فتره مش احسن حاجه. برج الحمل انا عارفه ان الحمل نفسيا برضو، حتى لو هو انا قلت ان هو هيتحسن، لان الحمل اليومين اللي فاتوا كان وحش جدا جدا جدا، هو هيبقى افضل بس تدريجيا يعني ايه. وحاسه ان عنده مشكله في بيته، في عكر بيته يعني. فبرضو مواليد برج الحمل لازم تخلوا بالكم وتركزوا انتوا بتعملوا ايه. العذراء برضو، العذراء بقالهم فتره كبيره جدا جدا مش احسن احوالهم العذراء يعني. بصوا رفقا بمواليد برج العذراء يا جماعه بجد الفتره دي. ويا جماعه انا محتاجه، حد بيشتغل في مجله او بيشتغل في ميديا في، هقول اربع دول انا محتاجه، او في بابليك ريليشن في اربع دول دولت. اول حاجه الامارات ودبي وابو ظبي بس، مش حاجه تانية. تاني حاجه قطر والبحرين والكويت والسعوديه، خمس دول. لو اي حد ليه علاقه بالميديا في البلدان دي بليز يتواصل معايا. ويا جماعه احنا عاملين موقع لدعم الشانل موجود تحت، لو اي حد حابب يدعم الشانل في جوه بتدخلوا بتلاقوا فيه طريقه وفيه طرق كتير جدا لدعم الشانل. واي حد محتاج قراءه خاصه او سيشن بتاعه تطوير ذات او سيشن بتاعه قانون جذب، بليز يبعت على الايميل او على الانستغرام، بس يفضل الايميل. ولو هو بيبعت عن التخاطر يكتب على العنوان تخاطر، لو هي قراءه خاصه قراءه خاصه، او لو استشاره يكتب استشاره مع رشا، وحد من التيم بتاعي هيرد عليه ويقول لهم المواعيد بتاعته. شكرا، باي باي، مع السلامه.